رئيس السيسي يتبادل التهنئة مع القادة والزعماء والملوك بمناسبة عيد الفطر المبارك. بمناسبة عيد العمال، الرئيس عبد الفتاح السيسي يواجه بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. تحت إشراف أممي، إجلاء العشرات من مصنع أزوفستال في ماريبول الأوكرانية المحاصرة. 9 في القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم، كل عام أنتم بخير. أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركة. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وذلك لتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص تمنياته للجزائر وشعبها الشقيق بدوام الاستقرار والتقدم. من جانبه، أعرب الرئيس الجزائري عن خالص امتنانه لهذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل التوفيق والازدهار. كما أجرى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وتم تبادل التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على شعبي البلدين الشقيقين وكل الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة الانتقالية السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، حيث أعرب الرئيس السيسي عن خالص التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء. هذا وقد أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن خالص تقديري على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر قيادة وشعبا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء. كما تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية التهنئة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في برقيته لزعماء العرب والمسلمين عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته لهم، داعيا الله تعالى أن يجعله عيدا سعيدا مباركا، وأن يعيده عليهم وعلى شعوبهم وعلى شعوب الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. هذا وقد تقدمت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالتهنئة لشعب مصر العظيم والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وعبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعت السيدة انتصار السيسي المولى عز وجل في هذه المناسبة العطرة أن يحقق لشعبنا كل ما يتمناه من تقدم ورقي وازدهار، وأن تبقى مصر دائما في أعلى مكانة بين جميع دول العالم. أؤكد أنني على يقين من قدرة عمال مصر على استكمال مسيرة التنمية من أجل مستقبل أفضل لأجيال شابة وواعدة، وتحيا مصر. فتحية لكل عامل من أجل الوطن في سائر المواقع، وأؤكد عميق اعتزازي بكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقة، وأهنئكم جميعا بعيدكم، وكل عام وأنتم بخير. تحيا مصر، تحيا مصر. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أسمى آيات التهاني للشعب المصري والأمة العربية والإسلامية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد العمال. وخلال كلمته بمناسبة عيد العمال، أكد الرئيس السيسي أن الاحتفال بعيد العمال فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة. يسعدني أن أتوجه إليكم جميعا وإلى الأمة العربية والإسلامية بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد العمال. أعادهم الله تعالى علينا وعلى مصرنا الحبيبة
بالخير والسرور والرخاء. إن احتفالنا بعيد العمال اليوم هو فرصة حقيقية للوقوف على ما أهرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة، ومناسبة لأن نستشرف معا مستقبل أبنائنا بروح جديدة مليئة بالأمل والعمل. معا فبالعمل تبنى الأمم وتقام الحضارات. خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن العالم مر خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة، ولعل من أبرزها أزمة جائحة كورونا والتي كانت لها تداعيات كثيرة على العمل. وأشار الرئيس السيسي أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة وكافة خدماتها، وتقديم الدعم الكامل والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا. لقد مر العالم خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة، لعل أبرزها أزمة جائحة فيروس كورونا، ولا شك أن العمل تأثر كثيرا بتداعيات تلك الجائحة، حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم، وظهرت أنماط جديدة من العمل تعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا الحديثة. وكان الربح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة وواكب سرعة وتيرتها. ولذلك فقد أولينا اهتماما بالغا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة وكافة خدماتها. وعلى التوازي فقد قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً، فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية للعمالة غير المنتظمة فضلاً عن تمكينهم اقتصادياً وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي، كما تم الوفاء بأجور العمالة المنتظمة بالشركات المتعثرة. من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، كما لم نتوانى في دعم أصحاب الأعمال فأصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى تجاوزنا جميعا تلك الأزمة على نحو أكثر صلابة وأشد بأسا. كما شدد الرئيس السيسي على أن مصر حققت إصلاحا ملحوظا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وفقا لمعايير الجودة العالمية. وأضاف السيد الرئيس أن الدولة تعمل على وصول الخدمة التدريبية إلى قرى مصر، ذلك من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة حياة كريمة. مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة لمستقبل وطننا الغالي، وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأناه. فلقد كان الإنسان دائما هو محور التنمية وركيزتها، فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته. وقد حققت مصر إصلاحاً ملحوظاً في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وارتفعت في ذلك مؤشراتنا الدولية، كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت مظلة مبادرة حياة كريمة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. في كلمته بمناسبة عيد العمال، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحق في العمل يحظى باهتمام بالغ من الدولة من خلال تكثيف الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البطالة،
وقد أشار الرئيس في هذا الصدد إلى أنه أصدر توجيهات للحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق نمو في الوظائف بما يتماشى مع النمو الاقتصادي. فقد وجهت الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق نمو في الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادي، وهي الاستراتيجية التي ستتوائم مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل. كما أولت مصر اهتماما خاصا بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية، وعلى التوازي فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات. كما شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي. وأضاف السيد الرئيس في كلمته بمناسبة عيد العمال أنه أصدر توجيهات بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل. فلقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية. لذلك فقد قامت الدولة بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة، كما وجهت بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل. وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية تحية إعزاز وتقدير لكل عمال مصر في عيدهم، وعبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت السيدة انتصار السيسي أن عمال مصر هم الثروة الحقيقية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل وواقع أفضل، مشيرة إلى أنه على مدى السنوات الأخيرة الماضية ضرب المصريون المثل والقدوة في إعلاء قيمة العمل لبناء وطن طابعه العزة
والكرامة. تولي القيادة السياسية والحكومة أهمية كبيرة للعمال من أجل تحسين مستوى معيشتهم وتوفير سبل الدعم والمساندة على المستويات كافة، أهداف تتواكب مع توجه الدولة نحو الجمهورية الجديدة التي تعتمد في المقام الأول على العمالة المدربة ومواكبة التطورات التكنولوجية. جهود كبيرة بذلتها القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية لوضع العامل المصري في مكانته الصحيحة لبناء الجمهورية الجديدة، فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي عمال مصر اهتماما كبيرا على كافة المستويات، واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل والإنتاج باعتبار أنهم وقود معركة البناء. فقد عملت الدولة على ملف خفض معدل البطالة ونجحت في خفض معدلاتها من 13% خلال عام 2014 إلى 7.3% في الربع الثاني من العام 2021، كما زادت أعداد المشتغلين بنسبة 8% في الربع الثاني من عام 2021، حيث سجلت 27 مليون مشتغل مقارنة ب 25 مليون مشتغل في الربع الثاني من عام 2016. وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، فقد قدم الرئيس السيسي لهم دعما غير مسبوق، حيث تم صرف 6,261,000,000 جنيه، وذلك لمواجهة جائحة كورونا. كما تم استخراج 213,422 بوليصة تأمين على هذه الفئة تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة. وفي مجال النهوض بمنظومة التدريب المهني وتطويرها، فقد تم إنشاء مراكز تدريب جديدة لمختلف المحافظات للتدريب على مهن حديثة. وفيما يتعلق بمجال الوفاء بالتزامات مصر الدولية المتعلقة بالعمل والعمال، فقد أصدرت التشريعات العمالية التي تتماشى مع معايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. وحرصا من القيادة السياسية على رصد ومتابعة سوق العمل، فقد تم إنشاء 5 مراكز لرصد المعلومات وإعداد تقارير وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة. تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بخالص التهاني القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يوفق سيادته لمواصلة مسيرة التنمية والبناء. كما تقدم زين بخالص التهنئة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والوزراء ومسؤولي وكبار رجال الدولة ومجلس الهيئة الوطنية للإعلام، داعيا الله أن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء. تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 293 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 45 طن مواد غذائية وغير غذائية. ونجحت الداخلية في ضبط ما يقترب من 5 أطنان دقيق مدعم في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، كما تم ضبط ما يقترب من 31 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية، وضبط 289 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 73 قضية خبز ناقص الوزن و58 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. كثفت وزارة الداخلية من استعداداتها لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك من خلال نشر الخدمات الأمنية بالشوارع والميادين وعلى المحاور الرئيسية والمتنزهات والمقاصد السياحية والترفيهية، وكذلك وسائل النقل والمسطح المائي لنهر النيل. تبقى الجاهزية المطلقة والاستعداد والتأهب هي سمة أجهزة وزارة الداخلية في تأمينها كافة الفعاليات والاحتفالات. وتستمر الوزارة في تلك الجاهزية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك بكافة قطاعاتها ومديريات الأمن، والتي استعدت لتنفيذ الخطة الأمنية المعتمدة في هذا الإطار.
انتشرت الخدمات الأمنية في الشوارع والميادين وبمحيط المنشآت الهامة والحيوية وأمام المتنزهات والحدائق العامة وبالمناطق التي تشهد زحاماً في الأعياد بخاصة منطقة وسط البلد. ومع زيادة الكثافات المرورية على المحاور والطرق الرئيسية الرابطة بين المحافظات، كثفت وزارة الداخلية من الخدمات المرورية عليها لضبط الحركة على تلك الطرق والحفاظ على أمن مرتاديها، فضلاً عن الحملات المرورية التي تتم عليها لضمان الانضباط المروري مع نشر سيارات الإغاثة المرورية وأنظمة مراقبة السرعات للتعامل مع الكثافات المرورية والأعطال، كما تتابع غرفة عمليات المرور الحركة المرورية على مدار الساعة. الخطة الأمنية شملت تأمين محطات مترو الأنفاق والسكة الحديد، حيث تنتشر الخدمات الأمنية على مداخل ومخارج المحطات وعلى الأرصفة وداخل القطارات. وعلى صفحة نهر النيل يستمتع المصريون برحلات نيلية خلال أيام عيد الفطر المبارك، فهو مقصد رئيسي للمحتفلين، لذا كثفت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من إجراءاتها الأمنية لتحقيق الانضباط وضمان التزام أصحاب المراكب والعائمات النيلية بالحمولات المحددة لها. كل تلك الإجراءات والاستعدادات يطبقها رجال الشرطة باحترافية شديدة ويقظة تامة لضمان أمن وسلامة المصريين واستمتاعهم بأجواء احتفالية في جو من الأمن والأمان. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إجلاء نحو 100 شخص من مصنع أزوفستال الصلب في مدينة ماريوبول. في سياق متصل، أكدت الأمم المتحدة استمرار عمليات إجلاء المدنيين من ماريوبول عبر ممر آمن تشرف عليه، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن عملية الإجلاء بدأت في 29 من إبريل ويجري تنسيقها مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وروسيا وأوكرانيا. في المقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية إن مجموعتين من المدنيين غادرت المنطقة السكنية المحيطة بمصنع صلب في أزوفستال في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوبي أوكرانيا. بالتزامن، تجتمع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي ووفد من الكونغرس مع وفد بولندي في وارسو، وذلك في إطار جولاتهم التي بدأوها بأوكرانيا. هذا وقامت بلوسي بزيارة لأوكرانيا ووجهت التحية للشعب الأوكراني على الصمود والقتال أمام القوات الروسية. وفي مقطع مصور نشره الرئيس الأوكراني على صفحته الرسمية، أكدت بلوسي أن الشعب الأوكراني يخوض معركة من أجل الجميع، معربة عن التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالوقوف بجانب أوكرانيا حتى انتهاء الأزمة. من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه عقد اجتماعا مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي بلوسي في كييف، بحث خلاله مجمل تطورات الأوضاع. رفض المستشار الألماني أولاف شولتس الانتقادات بأن بلاده لا تلعب دورا قياديا في جهود الغرب لتزويد أوكرانيا بأسلحة ثقيلة لمساعدتها في صد العملية العسكرية الروسية. في تصريحات لوسائل الإعلام الألمانية، أكد شولتس أنه يفضل توخي الحذر بدلا من اتخاذ قرارات متسارعة، وأشار إلى أن التحركات المتسارعة أو بذل الجهود الألمانية غير معتادة بأنها مسألة جدلية. We'll be right back.
أعلنت سلطات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراقي في بيان لها أن 6 صواريخ قد سقطت مقتربة من مصفات نفط بمدينة أربيل بشمالي العراق. وأضاف البيان أن الصواريخ أطلقت من محافظة نينوى وسقطت قرب مصفات كار. ولم يوضح البيان ما إذا كانت الصواريخ قد تسببت في سقوط ضحايا أو حدوث أضرار. قال الرئيس التونسي قيس سعيد أنه سيتم تشكيل لجنة لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها خلال أيام، لافتا إلى أن نتائج عمل اللجان ستطرح على الاستفتاء يوم 25 يوليو. أضاف سعيد بأن هناك من يحاول إسقاط الدولة والعبث باستقرارها، مشيرا إلى أن بعض الأزمات التي تشهدها البلاد مفتعلة. عملا بالأمر المتعلق بتدابير استثنائية، ستتشكل لجنة بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز، في ظرف أيام معدودات، لأن القضايا واضحة والاختيارات واضحة، وستتشكل هيئتان داخل هذه اللجنة العليا، إحداهما للحوار ولكن ليس مع أولئك الذين ذكرت. هذا وقد جدد الرئيس التونسي قيس سعيد التزامه بإجراء استفتاء على الدستور في 25 يوليو القادم، وجاء ذلك خلال اجتماع عقده سعيد في قصر قرطاج مع أستاذ قانون دستوري وآخر خبير قانوني، حيث ناقش الاجتماع مجموعة من المحاور المتعلقة بالدستور القادم لتونس والذي سيتم إعداده ثم إقراره عن طريق الاستفتاء في الموعد المحدد له في 25 يوليو المقبل. قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن عدد القرى التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها حتى الآن في إطار مبادرة حياة كريمة ارتفع إلى 90 قرية، ليصل بذلك إجمالي عدد الوحدات التي تم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي إلى 300 ألف، منها نحو 1300 وحدة سكنية تم تحويلها مؤخرا. أضاف الملا أن حياة كريمة هي قصة نجاح للدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن ما تشهده من تطور في توفير كافة الخدمات الحضارية ومنها الغاز الطبيعي للأهالي في قرى الريف المصري يعكس فكر وتوجهات القيادة السياسية في الارتقاء بنوعية الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لنحو 60 مليونا من سكان قرى وريف مصر. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل قد سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 629 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية قدرها 114 مليون طن، متجاوزة بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل. وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أبريل الماضي قد شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1814 سفينة خلال شهر أبريل من العام الماضي بفارق 115 سفينة وبنسبة زيادة قدرت ب 6.3%، مشيرا إلى أن التقارير الملاحية خلال شهر أبريل قد رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. أطلقت وزارة البيئة باكورة فعاليات الحوار الوطني للتغيرات المناخية بمقر مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في برج العرب بالأسكندرية. تهدف هذه الندوات إلى رفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع بقضية التغيرات المناخية والعمل على بدء حوار فعال مع الجهات العلمية والبحثية للتصدي للأثار السلبية للتغيرات المناخية. تأتي هذه الندوات ضمن استعدادات مصر لاستضافة كوب 27 مؤتمر المناخ خلال شهر نوفمبر القادم في شرم الشيخ.
وجه محافظ القاهرة خالد عبد العال الأجهزة المعنية بالمحافظة بتكثيف حملات الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطن، وذلك برفع قيمة تعريفة الركوب أثناء إجازة عيد الفطر المبارك. وخلال جولة تفقدية بموقف عبد المنعم رياض، أشار المحافظ إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة، والعمل على ربطها بغرف عمليات كافة الجهات لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين طوال أيام العيد. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين أول أيام عيد الفطر المبارك طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائل للبرودة على السواحل الشمالية. معتدل أيضا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهذه درجة الحرارة المتوقعة بإذن الله غدا على بعض المدن والمحافظات وعدد من العواصم العربية والعالمية. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا مع حضراتكم لنهاية نشرة التاسعة من التلفزيون المصري، ولم يتبقى فيها سوى أن نذكر حضراتكم بأهم العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتبادل التهنئة مع القادة والزعماء والملوك بمناسبة عيد الفطر المبارك. بمناسبة عيد العمال، الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. تحت إشراف أممي، إجلاء العشرات من مصنع أزوفستال في ماريوبول الأوكرانية المحاصرة. انتهت أخبارنا مشاهدينا الكرام، لكن هواء التاسعة ما زال مستمرا. كل عام وأنتم بخير. كل سنة وانت طيب مصطفى، وكل سنة وانت طيب يوسف. ننتقل طبعا، هواء التاسعة مستمر وزميلنا العزيز يوسف الحسيني. كل سنة طيبة حكمة، كل سنة طيبة مصطفى، عيد سعيد عليكم جميعا. من هنا بيكل فسيخ في آخر يوم، عيد مبارك علينا جميعا. حد فيكم كل فسيخ النهاردة؟ استحالة، بكرة إن شاء الله. ما بكرة بقى خلاص كده مفيش عيد يعني، بكرة إن شاء الله بنمهد. بس احنا بدأنا في الكحك يعني. بدأتوا في الكحك؟ طيب كويس. فكل سنة وانت طيب وعيد الفطر مبارك عليك وعلينا وعلى كل أمتنا العربية والمصرية والإسلامية. أشكركم واستأذنكم نبدأ فقراتنا.